يا صباح الحب والسعادة والطاقة الإيجابية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاكروس الفضائية من داخل وخارج العراق، وبالتحديد مشوارنا الصباحي نسمة زاكروس. وأكيد أحب أصبح على زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو وأقول لهم صباح الخير على عيونكم. اليوم متواجدة عدسة قناة زاكروس الفضائية في قلب العاصمة بغداد، بالتحديد سوق الباب المعظم، لنتعرف أكثر عن الألبان والأجبان وأقبال الناس عليها في ظل أيام رمضان. خلينا ننتقل إلى صاحب المحل. السلام عليكم، شلونك؟ شو أخبارك؟ شلون الأشياء التفاصيل اللي أشوف عندك؟ ما شاء الله كل الأشياء، جميع الأنواع عندنا، الأجبان والألبان كلها جاهزة. خلينا نحكي عن الألبان، لأنه السفرة العراقية ما تكتمل إذا مو اللبن العراقي والأرب، ما هذا المدخن مال أربيل مو صح؟ إي كله أربيل ناشف. هذا أربيل؟ ناشف مدخن أربيل. يعني هذا من تجيبه؟ نجيبه من الأسواق ونشتريه، هو يجي جاهز من أكل أربيل وأنا ناخذه صناديق ونجيب الأجر. بداية هو يكون تخين؟ تخين. نجيب هنا جاهزة خبطة طلعت ياس كاملة. أي مخبوط ليمون فد شيء. شنو المكونات اللي تضيفوها إلي؟ ليمون لا مندوزي. أي هنا ذن السؤال. هذا شنو الثاني؟ هذا مدخن. هذا مدخن ما مندخن. هذا. تدخلون منه ومن النار كميات معتدلة. بس الناشف. مندخن منخبط. ليش؟ منخبط مندخن. يعني المدخن يصير بوحدة؟ إيه. والناشف بوحدة. أو بوحدة. وتبيعون تشيس بألف، أنا سمعتك تقول بألف. إيه تشيس بألف. بكتل أسئلة. نعم عندي، شوف عندي أيضاً هنا هاي الجيمر العرب. جيمر موجود عندنا. نعم. شلون أقبال الناس على الجيمر والأجبان والألبان؟ زين الحركة. أما لها أقبال عليها بشهر رمضان؟ إيه قابلة عليها، أكثر شيء بشهر رمضان هي موجودة. يعني يجون ياخذوها على السحور أتوقع. على السحور تمام على السحور. المحل حتى نشوف الاشياء والتفاصيل الاكثر. كثير من العوائل تحب الطرشي بالمائده العراقيه مزيت خصوصا بشهر رمضان، يعني ما يكتمل السفره العراقيه الطرشي عراسي ما اصير سؤال. كثير من العالم تقبل على هاي التفاصيل. شلون هاي الفتره هم ماتين اكو اقبال علينا؟ زين يعني مو ذيك الحركه بس يعني احسن. هذا عندك معصره مال راشي. هذا السمسم. السمسم يتحمصوه. نعم. والدور نخليه هنا على المحصاره ونطلع جاهز. هذا تقدر شويه تعصر لي ايدي اشوف شلون تشتغلوا؟ اي عادي. نعم. هذا السمسم يدخل جوا داخل المحصره؟ هسه نعم. يطلع قبل خارج من هنا. نعم. بالعلبه. يطلع للعلبه مباشره؟ هاي بعد العصره يعني هاي كم؟ شجر الخلاط. شجر الخلاط. جاهز قبل. عاشت الايادي طبعا. زين هو يحتوي على هاي الكميه من الزيت لو انتم هم تضيفوا له زيت؟ زيت من خليله صافي من الزيت نجيبه. ها والله يعني اكو باقي الزيت داخل المطحنه. اكو باقي العالم تخليه زيت بس احنا من خليله نجيبه جاهز بس. نعم. كلش حلو. هاي الناس هم تقبل عليه بايام رمضان ويا السحور دائما دبس والراشي. دبس والراشي. نعم. اكثر شيء هسه والراشي جاهز على. نعم. طفيه خلينا ننتقل جوا لانه خلينا الجو داخل المحل اكثر. عندك التفاصيل الأجبان العرب كثير من العالم تقبل عليها في أيام رمضان. أكثر شيء العالم تجي على الجبين والقمر والألبان. أكو أجبان اللي يصيبهم السكر يعني تكون يعني مثلا خلينا نقول لا ملح ولا أي. نعم. إي عندنا مالح وعندنا حلو وعندنا وسط. يعني هسه أنت عندك هذا الأجبان اللي مالح. هذا المالح. أيوه هذا الوسط. والحلو ذاك من ناكله. اكو حلو. هذا الحلو هم ماتين اهل الضغط ياخذوه؟ الضغط والسكر هذول السوالف ما ياخذونه. نعم. زين اكو خاص للبيتزا يكون نوعيات خاصه للبيتزا تكون يعني هذه تكون كل شيء سيح سائحه؟ لا ما نجيب احنا. اكو يجيبون اسواق لو احنا ما نجيبه. نعم. ايضا عندكم الالبان المعلبه لو بس انتم هنا تشتغلون محل يعني؟ بس بالمحل. نعم. ما عندنا غيره. نعم تفضل. وهذا ايضا دا الاحظ عندكم الدهن الحر. موجود عندنا دحين حر درجة أولى. أكثر شيء نسبة إقبال على الأجبان مثلا خلينا نقول المحلاة أم المالحة أم شنو الأكثر عليها؟ أكثر شيء ملوحة. جبنة بالملوحة. إي والوسط والحلو يعني ما أديش الرغبية بس يا أبو السكر وبالضغط ما يجي ياخذه إلا هذا اللي يجي ياخذه. يعني هم تجي عليه ناس بس مو بذاك الكمية. نعم. الكمية اللي تسحبها العالم. وأيضا اللبن منو الأكثر عليه طلب؟ يكون مدخن أم العادي؟ لا الناشف. الناشف.
لانه المدخن دائما شوي يحتاج ل اي ترتيبات شوي اشياء تفاصيل مو الكل تقدر جاهز يعني مثل ما يقول جاهز هذا لا ناشف عاد جاهز يجيك هذا نعم اي واكو هاي الالبان المعلبه والتفاصيل عندكم؟ لا احنا ما نجيبها نعم نجيب جاهز ايضا الاحظ عندك تمور وتفاصيل تمور عندنا وعندنا اي اشياء كثيره اي كل هذا محلي يعني هسه هذا الطشي انتم تشتغلوا هذا بيدنا مشان احنا شغلنا هذا يعني انتم هنا معمل لا مو معمل يعني نجيبه نخليه بالزيت مثل ما يقولوا بالزعتر بالشطه بالليمون هاي احنا شغلنا بيدنا بس نتقدم لقدام شويه يعني انتم تجيبون الزيتون جاهز وتخلون المواد اللي يضيفوه أيه. عليه البهارات والتفاصيل أيه. مثلا بالشطه بالزعتر بالليمون وهاي الخل انتم هم ايضا تشتغلون؟ هذا بيدنا شغلنا هذا الخل بيدنا يعني هسه هنا انت تضيف له الزيت وتضيف له الخل وتضيف له المنكهات للمواد اللي تجيبها انت ايضا هنا مدبس الاحظ ها مقدوس مقدوس مدبس ما عندك؟ لا موجود ذاك المدبس نعم والزيتون بكل انواعه وبكل تفاصيله عندنا ابو الجزار ابو الليمون هم يرغبوا الناس وقت السحور وقت الفطور ايضا يجون يجون عليه اكثر شيء ابو الزعتر ياخذون منه ابو الزعتر؟ اي شنو السبب؟ لان طبيعي يعني المواد اللي بيه طبيعيه مواد نعم اي وبالشط اكثر شيء هم ياخذون منه لان حار يصير اكو عالم ترغب الحار ولا هذا شنو بيه؟ هذا ليمون هذا فقط ليمون هذا هذا مقطع هذا المقطع وانت هم ضيف له بهارات وتفاصيل اخرى حتى يكون شطه وبهارات وزيت شنو النسبات اللي تخلوها له بحيث حتى يكون بهذا المستوى يعني مثلا انت تجيبه جاهز مستوي كامل طازج وانت شنو يعني خلينا نقول النسب اللي تضيفها له حتى يطلع بهاي الصوره نضيف له شطه وزيت وجزر حتى يكمل بمواده كلها ايضا عندك اللي بدون لا زيت ولا جزر ولا او الحامض نعم يعني هيك الساده خلينا نقول الساده مثل ما نقول درجه اولى نعم هذا خام يعني انتم هنا تتحكمون انت تجيبوا بهاي الصوره وبعدين تنتقل المواد اللي نستخدمها وايضا الدبس هم عندكم؟ دبس موجود عندنا هذا راس الدبس شلون تشتغلوه؟ اشقر وعندنا اسود شنو الفرق بين الاشقر والاسود؟ هذاك يسوونه على النار وهذا يجي لا عالشمس طبيعي شو نسوي طريقه؟ نجيبه سطلات جاهز يعني هو على النار هناك نعم ونجيبه نسويه احنا بس بعلب خليه بالعلب وهاي هم يحتاج لدرجه حراره ودرجه بروده حتى يظل انه درجه بروده ايه للميس حتى ما يموع ويسيل لاحظ عندكم الاشياء الزيوت والفلفل والتفاصيل هذه الاشياء الخال نعم المعلبه يعني هم ايضا تستوردون؟ لا نجيبها جاهز هاي اشياء جاهزه مو محليه نعم أيه. مثل ما عندي زيت الزيتون زيت التوم اكثر طلب على المحليه ام الجاهزه اللي تجيبوها؟ لا الجاهزه الجاهزه؟ اي شنو السبب؟ لان نجيبها كامله يعني مثل ما نقول جاهزه مجهزه يعني الناس تقبل عليها اكثر اي اكثر شيء نعم. من ما الشغل شكرا لك وآية الرزق ربي يحفظك تعبتك وياي ممنونه منك نعم هذا ما يسمح به وقت جولتي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي اني وتحيات كادر العمل انا رسل السمرائي الى اللقاء